حصدت رسالة الماجستير الخاصة بمحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة التميز في المؤتمر الإقليمي الذي أقيم مؤخرا في ميونخ الألمانية. وكان بحث عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قد تم عرضه بمشاركة أبحاث أخرى من دول مختلفة كألمانيا والصين وجورجيا وباكستان. واختيرت رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس محمد سراج الدين في مجال إنشاء الاستادات لتمثيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مؤتمر أكاديمي بميونخ بألمانيا لعرضها ونشرها دوليا كبحث ومرجع دولي معتمد. ويهدف بحث سراج الدين والذي يعد نقلة جديدة في مجال تطوير الاستادات حول العالم إلى تعظيم دور الاستثمار في مجال إنشاء الاستادات، وهذا بالعمل على حساب التكلفة الإنشائية للاستادات في 56 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر.